الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الحجب. وحكس بسنية هاي حجبي قف لحلقة لغربي ولغحجابي أما لغيري قيب وحقاضا لها كمذا لغتشري. منع من قام به سبب الإرث بالكلية أو من أوفر حديه. منع من قام به سبب الإرث بالكلية أو من أوفر حديه أي الإرادة حجبك قف سبب الإرث لغه لي وأسبابتي سدح ذاي أسبابتي لو حلو دحل الجري لها لي هذا لو جيدا يا انه واحد دخلوا كليا بوا لو جيداي بدخلكي با لو جيداي اما ما هي وخي او هلي لها ايا لغا نسقاميي وحدي سي ديفتي سي كامل كو كهل جيري با قيب لغا ريباي لبا قيبات بو قيب سما marka حجبه حجب حرمان يا حجب النقصان بو قيب سما ان قفك الحرمان يبا بسبب شخص أو بسبب وصف ميدان شخص كلا أيا أدي ذي دحلكي أو كحجة ميت ككحجة أما ما هي صفة سا كقنطي موانع الإرث وحصاص وكلاها كقنطي كلية مساسة لو أدي ذي كلبان واحد من النقصان أو أفكا وحي وهيلي لها لو مدي ذي أو دحلكي قلا هدو نس هيلي لها ربع بالغدق ربع هدو هيلي لها أنا ثمن بالغدق ثلث هذه هي هذه اللي هي سدس بالغا دغ مسقاب باغشاي ودت مشا جوغا يا ريحي لبدا قيبد و قيب سما مركه قد قيبتان waxaa weeye حجب حرمانكي دد حلكي با لو ديدايبا waxba baan heleenin iyo kaadi doona musannif rahimahu allah ta'ala la yarithu al akhu walaalka madhalo min al ummi meedka xaga hooyada walaalkaga ah ee meedka isku hooyada yihiin dhalkiba wax ku lahaaye وحوسة دحالكي وحبكو لهانين اللو ديدا يا مع أربعة أفر قولها دو مدن لجوغو أفر دو مدن لجوغو أخي اللي أمكها إميت كان انتهو يدا كوا ذاقين دحالكي واللو ديدا يا الولدي ولد با ميشي جوغة ميت كان دليبا وولد الابن ويل وميت كان دلي مدو صير دلي ذكرنا هذا متك على سيد علي أو أنثى أو هذا مت أديجه أيام مش الجوجة معناه فرع الوارث ما مش الجوجة ما يبعد إنتي فرع الوارث أنا وكتري أولادي سي أولادي أولادي سي أو دخل عيا أخ لأم أنا مش هو الجوجة أخ لأم لأمك ومحجوب وأنا حجب حرمان ويان أو وحباب مقاضنا يميل أيه وسكجل بنايا والأبي ومتك اللبات أخ لأمك حجابه هذو مش أبد جوجو ولا اللي هو يميت كأ حومه لي والجدي أوه أسونا أخل أمك حجابه أخل شقيق أي أخل أبك أيه أصوم الرجال يتقول لا دخل هاي أما مقاسمة أما ثلث أما سدس وحور ربع قاته مرك قار مقاسمة ولا قادنا هاي لكن هذو يا هي أخل أم جد كأ حجابه يب وكحوك بدل بينما إخوانا أشقاء هي اللي أبك أه أين أخل أمك حجابي كن لكن وحا حجابي كرا جدك حجابي كرا والجد ولا يرث الأفر تاسا مركا أخل أمك حجابته وأولاد ميتك أولاي يا أولادي سأولادي سيدالين يا أبو يا جد مركا أصوش يا فروع ده لبدا سأخل أمك حجابته ولا يرث الأخ ولا لك الشقيق الشقيقة هي ميتك الأبل هو يا مرد حلو مع ثلاثة سدح قولميذون هدي جوغان الابن ويل ميت كأو دلعي وابن الابن يمي ميت كويل كيس مدو صير دلعي والأبي أبو صدح لسا أخي الشقيق إن حجابي جد ما حجابي كره أو ما حجابي كره لكن أبا حجابي كره ولا يرث الأخ من الأبي ولا لكن ميت كحق أباي كوضع ده شيء ما حجابي كره ما دحلي كره وحاله ما دحلي لا يرث مع أربعة أفر قال مدو دوجو أفر تمعين هؤلاء ثلاثة سد حداس أخ الشقيقة حجابتي وابنك يا ابن ابنك يا أبكي سد حدي أخ الشقيقة حجابتي
أخا لأبكر وحجابا وحا أفر كوها والأخ الشقيقي أخي الشقيقة أساقا ككور رييه ميت كاللبضة بأي كوة بأدشين كأساقا ككور رييه أساقا حجابا أخي لأبكر وحجابا ولا يريث مدح رايا ابن الابن ويل ويل ودالي وميت كأبوه ويها ويل كيسو ودالي فسافران يوكسي هوسي أو ميت كأساقا هوس أوكسي أبتر صلاة مع الابن ميت كويلو دلوا ابن الصلبة سوى لجوجا ما دخلاه هدوبه ماشي ابن وجوجا وعصبه حولها وحصور رم ولقابني ابن الابن ماشي حلو مياله وح كسره سيان وكسر الشيا ولا مع ابن 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 مع ابن ابنجي ابن ابنجي ما دخلاه أو دخل مهلايو مع ابن ابن أقرب منه ويل ويل كيس وقده ميت كدو جوجا ويل ويل كيس ميت أقدر أدو جو حمد حلاي مركزه ابن ابن وتاجنا ابن ابن ما ماشي جو مثلا ابن 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 بعلاش إيه ماضي كاسي هو سيسار والحجاب يا ولا مع ابن أقرب منه هذا بتكدو هيا وحجابي ولا الجدات أيين كنا حمد حلام كلهن إذا الكود أم حق أبها كي ما ضانو أم حق هو من أي جهة جهة كستوا كي ما ضانه من أي جهة كنا جهة الله جهة هذان با حق أبيه كو أبها دلها هذان أما كو هو يد دلها هذان ما دحلايان مع وجود الأم هو يملي جوت حلو مكا ما دحلايان كي حتى حق أبها كي ما تقول كارا دلي ميت كان أول أيضا واحد هو يد بحجابيس تي هو يد حق الكتمين دي وكسي وشيستابو هو يد وكو قدبن مالكو هو يد الله بلا دلعب وحجابته بينما أبوه أيهيدا حقي سكت ما ذنبه حجابي كرا وصوص عطاي ولا الجد أوونا وحمد حلايو إيا والجدة أيهي من جهة الأبي حق أبها كيما ذي مع الأبي مع وجود الأبي وهي أبا وجوه أبها أوور وحجابي أو أساق مارتي ميت أوويس وأساق أبيسة ما دامه ميت أبيه بجوه جدد أو حق مارتي أبها كتبين أبها بشينا أساقنا وحا حجابي أبا حجابي وإذا استكملت البنات قبلي هدي لما استرتان وقاتان الثلثين سدح ميلود اللبو بنات الصلب هدي اللبو يكبدا يهين مقيدة لجرين ثلثين سمهن كل هذه ثلثين قاتان لم ترث بنات الابن قبليه ويلك أودالي ميت كرسايا ووها ميت كان قبليه ووها ويلك سأي دالي أودالي أيضونا وحوام محوام قادر أيان لم ترث دحل مهيان بنات الابن ابنك ميتك او دلي قبل اي دلي او قبل او دلي نعم مركا وحا حجابي بنات الصلبك بحجابي لكن هدي بنات الصلبك اي هل قبرتاي محايا لها ين بنات الابنك اما بنت الابن محايا لها سودس بي قادن لها ين هذا لكن ثلثين بي بنات الابنك قاتين نسمين قادن هل حبامين نقونين مركا بنات الابنك ماشا سلو حجابي حالت بلغسو ريبي مركا اي مساعدة كهيرين ويل كوضع عصباء اما ويل كوضع مت كسيه وصيه عصبا إلا أن يكون في درجتهن أو أسفل منهن أن يكون إنه بها هذا مويني في درجتهن قبلها بنات الابن قاه إميتك أبوه وويه الدرجة وضعه إلا هلويلة مويني إلا أن يكون في درجتهن إلا الدرجة وضعه وابن الابن أو أسفل متكسيه وصيه منهن قبلها ابن 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 وكري ذكر أولب حال هلي قبله بنات الابن هاي الحجاب لها هذي بنات الصلبي أي ثلثين قاتان ما أنت وحي هلين عصبي هلين أو يقدر جدو ضو ولا كوضي هلين مركي بنات الابن بنات الصلبي أي ثلثين قاتين دي حولها صدح لغني سي صدح ميروض الله باقي قبله قاتين هكا صاحري وحاهم قاذن كرقف عاصبه ذكره فلأولى رجل ذكر مركي هذي ابن اللي هلو بنات الابن هاكن تورا ولا كوض هدو ماشك صبحو ولكن يجب ان لها عصرين لها مركا يكون هناك من لها لكن ما دام قبل يكون هناك من 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 يكون المبارك أخبر كيسن هناك من يكون 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 هناك إلا أن يكون في درجتهن قبلها بنات الابن جهه الحجاب لها درجة وأسفل متكه سيمنهن أيها ذكر الله من لهلا مويني
فإنه متك أسجد درجة ودا مكه سيا يا يعسبهن عصبين أيه وحي صاح ربي قاضنا يا لذ كريم أو قاضنا يا لذ كريم مثل حظ أنثيين هذا عصب النقدين أو فما بقي فلأولى رجل ذكر بهذا يا قاضنا لها لكن مع وجود بنات بنات الابن مكي جولان للذكر مثل حظ الأنثيين بكو قاضنا يا مثاله مثال كواكنا بنتان لبقى بدوت لبقى بدوت وميتك أودالو بنات الصلب اللي يرهدو إيا وبنت الابن ويل قبر أودالي أيها هل كان جوغا لا شيء لبنت الابن قبر داس بنت الابن ذا أحرم لها ويل كاس ويل قبر أودالي أيها مجوغت بنت الابن محمد حليس وحرم يا النساء لأنه هو محجوب والحجابي فلو كان لكن هدوها على معها قبل الحجاب لها ماشي هسي وحال عانت النقون يسي هدى ابن ابن هدي اللي ولا جوغه ولا الكير وأي درجة دي لا أو ابن 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 ماذا يدو تهاي وكما سيوسي يا كان الباقي انت سواها دي مكي قبل نسقارته أما قبله أي محمد جلال ثلثين قاتان كان الباقي لها أي لا اسكره انت سواها دي آه. انت سواها دي وحاقابان يسالها أي دي إيو وله ويلكي ابن ابن جها اما ابن 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 جها سيقال قبريا للذكر متكلب مثل حظ الانثيين لا بقى بدو نصيب كلو كلو قادن يحسوا على يعصبين يا عصبه بالغير واذا استكمل الاخوات الاشقاء هذي كامل سلام قاتان الاخوات قبله الاشقاء ايميت كابيه هويبه لو وداغي لبي كبدن بين نقدين وحي قاتين الثلثين ثلثين بقاتين قال دي بنا اولاد سلب اي لجوش اولاد دين اولين فرع وارث دون جرين لبنا ايقنا ايهين اخواتكو ثلثين بقاتين ايهين لم ترث الاخوات من الابي سيدي قبلها بناتك ايه بنات الابن اللي اسكوها يستي يا اخواتك الشقيقاتك ايه يطلع ابكا اسكو قبصنا ايه اذا استكمل الاخوات الاشقاء قبله اسكوها يسكوها بميتك ايه عين هدي قاتان الثلثين استحمي رضا اللبضو ذي لم ترث الاخوات قبله من الاب اباه حق وراك كلاها كوا يرى وحمد حرايانا ومحجوبات والحجابي الا ان يكون معه نعيقنا ان معوض اوي هيا ولجوغو اخ ولال لهن ايغ ولالة وفيعصبنا فيعصبنا ويعصبنا يوم فيعصبنا للذكر مثل حظ الانثيين مع قرن هن معنى قرن اه انا بيقول قرن لكن ميل كلام كسيو فيعصبهن للذكر مثل حظ الانثيين نعم وعصبين يا مرك للذكر متكلب مثل حظ الانثيين بكل قادنا يعني. نعم كي لبا منك ويل كي لبا لبا دليل بقادن كبرنا هل بقادن يسا واخي مبارك هاي اسونا بنت ابني قال للسعودية وكالي هدو اسقا هنا حمينا هيلين با ومن لا يريث قفك محبب دحلين اصلا اصلهم محمد حلايبه موانع الارث با كقنتو قاتل ويه اما كافر قال ويه اما وحاويان صدح موانع ما قيت يا اختلاف الدين والرقي الرقي والنقضي رقيق والنقضي مثلا ومن لا يرث اصلا منك وحبب دحلين لا يحجب احدا قفل من حجابك وجوده كعدمه كل بعض اسقيبه اون اصلها ما حق حبا كل هين قف حجابك ردركين كرملها ومن يريث قفك وحدحلي ودحلك لو اوغل يحي او وح مانع او هرتاغان او موانع دا دور كها صدخدا منكم ما جلين لكنه محجوب ولا حجاب مانت قف بيتك او دو با اماده او حجابي لا يحجب حجب حرمان بلا جيده او حرمان بلا جيده وي كلا تا قفك حجب ان محجوب يا حرمانا انه مانع انه يحي ممنوع اصلا ما هي اصلا دخلوا له لكن هدو قف كان هين وحبو دخللا ايا هديو حتى قف كان ونا جوجن وحو ما دخلين با ما هي وحو دري وي كلا تا سوما وله مره ومن لا يرث اصلا اصلها من انك وحبو دخلينن او مانع با كو قومي موانع الارث يمد كميد وكو سي فيسن يحي لا يحجب احد قفنا من حجابك او دا مال اسكون جيرين بلا ميت ومن يرث قفك وحو دخلايو لكنه محجوب والحجابي وكو هذا سو شيغيني با يا كخيغا او ولا قاد ماشي لا يحجب غيره غير كلمه حجابي كره اسقي با دو وحوايي قف كلمه حجابي كره ايضا حجب حرمان من حجابي كرم وحن حجابي كرم انه قف كره حوله دد وديده او دا ملها لكنه وحوله هي
يحجب إنه حجاب غيره غيرك غيره غيرك بحجاب كرا حجب تنقيس نسقام من حجاب الذاتية قفك كلا غيرك يسوى حلم هيلين يقف ضرب دركين كرا أو عليك عليدي كرا أو كتشري كرا حجب نسقام وسمان كرا قفك محجوب كأ لكن حجب حرمان وضعه ملها قفنا بحلم مدي ذي كرا لكن وكيرين كرا أسلم وحلم هيلين بق مثالك يكون عدام دون طاي مثل الإخوة من الأم ولا رأميتك أي ولا ليهين من الأم حقه هو يدنا يكوّد رشين مع الأبي أبي لجوغان إيه والأم هو يو ميت بعد انتقل حكتلي الرور ولا ليه سو يسكويهين إيه أبيه إيه هو يدي بكتلي هذا مرد وحان سوى مريني إخوة لأم كأه وحا حجابي أباه سامعين مرك إخوة لأم كأه كلا دو أبا جوال حجابي أيضاً الحجابي بيهدنا هو يدي من الثلثي إلى السودس جينايان سمعت حد من تنقيس بيقارسين ايان ايو اللي حجابي او بلو حجابي يهو يدي اي ماشا الى ايمادين يهو يدي ايان حجابي نسقانهان او ثلث كقالان بيوحيقين ايان سودس بيقين لانه هو اخوة هدي كل اخوة يهين ويبدن يهين هو يدو سيئة سودس بيحقول حشا مثاله هو الاخوة تيبكي مثل الاخوة من الام ومع الابي والام لا يليثون مدح الايان اخوة راس لامك وحبا مدح الايان صلوات مدح الايان محيطاي لوجود الأبي أبا جوا أبا دو جوا ماشا إخوة موحي كلهين وما يا إخوة دمان أشقاء هذا لأب لأم نعم ولا يريثون ويحجبون وحجابيان الأمة هو يجيس وحجابيان من الثلثي ثلث كنت كحجابان وكان نسقاميان بإلى السدوس أريحيان لحميرا وميل بين نقول لأنه ولا تعددي أيا ماشا جوا ومتى زادت الفروض على السهام أعيلت بالجزء الزائد هكذا حكا قال المسألة إلى مسألة العول أو إن أسهمتي السهامتي لزيادية أنسبادينا نسيبك قفة البوقابان لها نلقى يريا لغا نسقامي هذه ذلك إلى فروض كإماشا إمادان مسألة إلى أصل المسألة إلى الرسو أصل إلى أي فروض وضي مقدر كهين الله الرسو مركي هلا قيبية اللي يراهدنا ملا قيبية مركي اللي يراهدنا فروض دي أي لما طبع وحي ذاتكي حق إسكالها قار كميد أي ماشي جولان يا مسألة دي وحيد قولي سي أسكبر لما عليبا سي اللي يرى يا سهام تبع الله بادين ايا اللي حدات قولي ستي وددك يا هانا مكي لحد اللي قيبي اي اي وحوسي بمن يهين وقار كودا وحبين اهلين حسابتي امباد كردين ماشي اللي حدات با تضبا كدقي سديات كدقي سقال كدقي ساسا قواليسا الا طبان باي جارسين كرتا اللي حد اي تاي مركا لكن نصيبك اي قادان لهاين هاسب ودعايا ودد لح شي قيب سبا اللي يري إيا أو لح كقيب سدى اللي لح قيبات والسمن إيا ذا اللي طبعاً كقيب سدى والقرب يسأل لح لا فربضاً لح لا فربضاً لح ميلا وميل قف كهيلا يهيلي كرا سيقال ميلا وميل بوهيلي مركا حسابتي سابي يوم باليير بدي موينة مسيب كهواس بود عوو نسقامي مركا عوو كمسالة باسي ليلة هذا أسمتي أو لزيادية إيا نسيب كي أو نسقامة أيا ليلة هذا سادح مسالة نقشاية مكي مسايش لقاها الله وصوشة مسالة لح ذا ليلة هذا ستة وأصل iyo la masalo lagu daray la masalo lagu daray oo 12 iyo 24 iyo 4 ah lixdu waxay awshaa ilaa 17 bay gaadhay 4 jeer bay awshaa 7 iyo 8 iyo 9 iyo 10 inta way awshaa qof baa imaaday halbu u baahan yahay oo lagu dari ku kala imaadlo u baahan yahay ku kala marba 3 lagu dari marba 4 lagu dari ilaa 10 bay gaadhaa 12 kun ilaa 15 bay gaadhaan 24 iyo 4 ilaa 27 ay gaadhaa saddexdaas masala ayaa awsh awl ku galaa marka wama taazadatil furudu فروضي ذات كان أي قادنا يين بازيادي وقف البابا وحي سينو هلو الربا وحي الربا إنو هلو يوحي مسألة لقود نسي على السهامي سهمي مسألة لقود نسي أيوك الزيادي لحبا لقود نسي ذات كنا وحيو بهين سيداد بقو بهين مثلا وعيلة وعلى الزيادين يا بالجزء الزائد جزك الزائد كاية هلو فروض كم مقنا يا سهمي القدر يا الوحي السامي ماشي لحي هيد با سيداد لديه مثل مسألة المباهلة مسألة دي مسألة المباهلة على ديجري وهو هبارتنكا ابن عباس رضي الله عنه إيو حسو خلافي صحابة قارك ماذا أي حسو خلافي صحابة قال رمبو خلافي لكن زيد بن ثابت يأساق عمرك يسهيي مسألة دي مسألة المباهلة أوكالي حال كالؤون عغلة هنا روحة لنكرو مالها وهي مسألة المباهلة وحاوي زوج زوج هدو زوج ماشي جو غياب انتي زوجاني ما تصومها warka wuxuu ka tagay zawjada waxa ka tagtay gabadhii dhimatay ninkeedi iyo umun hooyadeed iyo waqtu shaqiqa walaasheed oo abal hooyaa ayay ka tagtay saddexdaas ka tagtay saddexdaba marka waa asxaabul furuud way
زوجك هو أصحاب الفروض أو ما أنت ماكو سيدنا وكلاتها وحولها أو يكتر تجوابنا أنا أوسن جيرين ما يقول كده حلايسا ما يقول كده حلايا زوجك نسبه وحقد حلايا أمة أيا نشت بهيو أولاد متجوعان ولد الولد من متجوعه إخوة أو تعددوا فربنا ماشي متجوعان ما يقول قاضي نسا ثلث بقاضي أخت شقيقة أنا ولا شيء ثلثان جارسنا ما تعلق وحتى عصبيانا ما يعلق ما يقول قاضي أيوه نسبة قاضي نسا هذه مركا حوالي اللي حلو قديسه وسدح أي قارته سدح أوقات زوجك سدح أنا أي قارته قبادي شقيقة ذهت ماشى اللي حبا قد ما تزومه هو يدي ثلث وبان اللي حنا وحاثل ثلث اللابو اللابدي هو يدي ماشى كبحل اللابدي هو يدي أي ماشى كبحل مركا مركا هو يدي مدعي كرتوه وابا أصل أصوش أنا حتى حجب يقول الجريمة كميت وعيانا اللي حجابي وحاكمية حرمان أنا اللي حجابي حجب حرمان وحاكمية هو يدي إيا آبها إيو أزواج تأسقابت إيو نجي ناقت إيو أولاد أولاد الصل بيجي أم فروع ذي إيو مركا هذا وحكا لو عليك الحوض عين الحين ما حجاب ما قلوا مركا هذه هي أي ماشك قضي ما دعي كرتها ليجري ما دعي كرتها ابن عباس رضي الله عنه أسوي حويري ليحدي حوالها لقود لسي بالزوج كسد حدي سيسي سد حدي بالسي هو يدنا الله مضي لسي سدوس كاي كله هذا ثلث كهيد وعميقة شموي حلقة صوحة لأن أختنا شقيقة لها قاعدة يجري ساس ابن عباس رضي الله عنه كحكمي يا ما أخت الشقيقة وحيلة هذا بالنص بحيكل هذا هاي نص بيكل هذا نص كير هلا سيو سأله وسي مرك ويعول يسمى سلده لابد هو يلا كم مغنيت بالقدر يسليح لابد قدر ما يقول مغنيسه سيدات بين قن سيدات ده عيال هاد بمرك وحيلة هاي زوجك ما يقول كقاط ما يقول هاي زوجك ما يقول هذا يا لحدي بالو قاضي لحدي بالو سقاضي سيدات نضم بقى وحلو حلينا هاي ما أديس لحدي بتكون قن أصل كيد ما يقول هاي سدح بقوله سدح زال سينايا هو يرى ما يقيس سدس كلها لبا لبا دي بس سديد دلنا قصينا يا أختها الشقيقة ما يقيس ليح لكلها سدح سدح دي ما كسي هدي مركز سدح يا سدح ليح يا لبا اللي سكدر ما يقيس نقط سديد داسي مركز قاص صحري ولا تكى يحكوا ذا هلين ساسي مركز عوكو كوي ما هذي فليز زوج وكان يحكوله منك النصف نصف ولاه وللأخت الشقيقة شقيقة وللأخت وراشي الشقيقة الشقيقة هذنا النصف بيلاده صدح يصدح بك القاتين استغرق المال حولي وعلى بعض مرك حولي دماء لحي الواول بهذا وبقي مرك والأم هو يدي وبقيت الأم هو يدي صعبة والأم لا تحجب هو ينا لما حجابه نسقانا بالو يردر كين كرام من الثلث إلى السدس لقارسين كرام موييني إيا مسايشة قارو أي ثلث قارني سثلث الباقي موييني إن لقذي أيضو دار مدعي كرتو فيفرض وحالو قدري لها هو يدي الثلث ثلث كيدو اللباء أي اللو قدري فتعالوا وحلقوا زيادين على المسألة دي لحدهت فتقسم من ثمانية سداد بعدين حسابتي أي على قيبين سداد بعد قيب سنة للزوج وسدس كلها ثلاثة سدح يسيبوا قاضا وللأخت والعشونا ثلاثة سدح بيسدس كلها كلها هذا سدح يسيبوا قاضا لحبا ما يشعب بحضي وللأم هو يدين اثنان الله يقارتي مالك حوالان هذا اللقيب سنة سيهامهان وحلوه قيب سنة سداد سامي والله قيب سنة لكن هذه اللي في سداد سامي حولك رميلك لا كلمه هي لحدي هوري مشى تاليهم بانتي لا يرتج شبيهي ومن ورب إلا جويبا سديد لقد دقي تيادي مرك إيه حسابتي إيه تردي حسابته تيادي إيه أنت إذا نيت هوس بيقول دحدي سهمي جي إيه لما ردي وما كروك عي لما ردي ما كروك عي سيد سكود يقصيه وحوله هلان سيد وحوله هلان ويان فصل في العصابات عصابات كيف كسب سيني أسأل كل شيء دون مستنف كعصابه يحير كذا أهل الفروض كي مقدر في كتاب الله يا مركو صعبة في كصعبة حي أيوة عصابة قالي عصابة أيجا وصدح الواقي بعصابته بالنفسي وعلى روحي ذكورة وحي عن معتقاه يكون هذا وترين دونه وحي قبر وحوريساء أنا هين أنت كلوا ورق عصابته بالنفسي عصابته بالغير وحويان فروع ذا أبناء ذا ميت كود علي ومع البنات اما اخوته ميت كود على اشقاء اللي ابا هذان او مع 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 اخواته ولا لهد قبلها ولا دشي ميت كود دلي يا ولا لهد ميت كود دلي يا قبلها ميت كلا دشي اما الهوي لا ابا اما لا ابا كو امرك اسكو ايمادان بي عصبيه عصبته بالغير باليرهدا عصبه مع الغير وحويان اخواتك قبلها اخواتك او مع البنات او مرات الابن جوه قبله ميت كود لها لها يا قبلها ودلي بس جوه مركزنا حاول عصبته مع الغير بالير هذا مركز ثلاثة وزدح قيمة عصبته وهي ثلاثة عصبة بالنفس عصبة بنفسه نفتي سبيل عصبين يسير يسوي نفتي سوى عصبه ويهيبه أقوى هذا الشيء للشيء دونه
وقفك على سببتي عصبك وين نقانين أيها الأهل العصبة أن فرض وحكود حلين قارك وفرض وحكود حلو عصبة وحكود حلو واجرا سيدا أباها يجدك ميلا قار وعصبة بغيره يمد غيرك وحكو عصبة يو بسبب غيره وعصبك النغضي آه قبضنا يا بنت به نسق عن لهت ولا الكل هدو جرا ابن صلبة ماشي عصبة قان ماشي قان له نسق عن له محل نقطي عصبة نقطي للذكري مثل حد المثيل بكوسو فارسانيسا وعصبة بغيره بلها وعصبة مع غيره أما عصبة مع غيره آه غير كي يسمعي اسم عصبينه ولا له قبلها هاي أخواتك هذه بنات جوا بنات صلبية وعصوها رأي عصبينه يعني نعم مع غيره وي والعصبة عصبة حال إلى هذا منقف يأخذ قاضنا يا جميع المال حولها دمام بو قاضن إذا قرتي بحوله ولا قادر أن ينفرد وكلي ماشي جوجبة ما يبعد انتي وأهل فروضه مقدر في كتاب الله وكتب ما بالعبا وحاول جوجبة وقف عصباه ويلو دلبة جوجة حول رمبوك حسنا يا قادر يا أو مثل ما يفضل ياخذ وحو قادر ما يفضل وحي صهر وهم باع عن صاحب الفردي ملك أهل فرض كفرض قول انتي لو قدروا أي قاتان وحي صهر دو حصهر وقادر يا آه. أما ما يفضل عن صاحب الفرد وحي كصهر أي قادر وقال ما إذا اجتمع معه هدو مع أهل الفرد لكلمه وسجل أهل الفرد ما يسكوه ماذا الفرد كبيره بالقيب سنة وحي إيكي نيقون ديسنا وحي صهره هم بعنا سيكي حسره فإن لم يفضل مركي أهل الفرد كوحو ذقاتين هدي وحبه سوهر وايو استغرق المال عيد عضب وحي يجب وكوه كاذيب عن صاحب الفرد هدو حكا سوهر وايو شيء وحبه سقرت العصبات وعصبات كوي دعايان وكحير كوضة وعددك حوالها وذقاذان هدي وحلف أهل الفرد لوايو هذا وحن بيان وحن برا بيقاضني هدي وحبر أي سواه روايةنا آية بس كقل بنايان بس كقل بنايان حمه حمه ليان مركب ابن جي إيو معه كون دقار كود عصبات كأ أيقود سين أود إن وحورها اللو قطع ما يسنين با ده كقطع ما يسن لها ورطن بيه حجابا يام أيقود بهرت عنو حجابا سين وحواين وأغربهم مركب لها الله عصبات كوا أكل لوي ميتك سين أكل لوي هم بين عصباهان سكو حجابا يان أغربهم كأوجد الابن وويلكي ثم كذب ميت ميلكو دلوي وعصبه ثم ابن الابن باكحيه وإن سفل هذا هو سيئه ثم لعب أبيه باكحيه ثم الجد أولي باكحيه وإن على أبوه هبا كرهيه والأخ والال للأبوين ميت كأبيه هو يبلوي ذاك ثم للأب والالكي ميت كحق أبها والالك كلاها ثم ابن الأخ ميت كولالكي زميل ويلو دلوي ويلك أسجأ ورالك ساسو للأبوين ميت كأبيه هو يبلو ذاك ويلو دلعي ثم ابن الأخ ولال ميت كولال لا ويلو دلعي حق أباها للأب حق أباها ورالك يلميتك ثم العم أذيرك باكوحيك ثم ابن ويلك ودلعي أذيرك ثم عم الأبي أباها أذيرك ثم ابن ويلك ودلعي وهكذا ساسي قصو عم فإن لم يكن له عصبات نصب هدي بيشا أي سنجرين وحصباته نصبه oo sidan hadda soo sheegnay oo meedka asaga ku abtirsado oo nasab ahaan ay qaraabi yihiin waaba la way meed baadintay asaba nasabana lama helin say la yiraaya fa asabatul wala meedka asaga haduu aha qof hadda ka hor la xoreeyay dadkii xoreeyay ba asaba u noqonaya dadkii xoreeyay ayaa asaba u noqon koodi nasabkiisa la wayay fa asabatul wala walaha iyo xiriirka ku saabsan xoreynta oo nabiga uu yiri calayhi salaam al walaa'u luhmatun ka luhmati nasab uu yiri aya meesha soo fariisanaaya oo dhaxlaaya faman ataqa hadaba qofkii hore ataqa alayhi abdun qofkii uu ku xurubo adoon man ataqa qofkii uu ku dul xurubo alayhi korkiisa abdun adoon ku dul xurubay yaan adoon bu xurayaa loo wada imma bi itaqib adoonka uu xureenayo markii horeba raasani yiri anta hurrun wajillahi hamunaka lirayn waxbana kuma xirin aw mise tadbiir bu ku xureeyay bacda mawti fa anta hurrun bu yiri markaa inta kadib waxa tahay adoon mudabaraho markaas aad xureeyay bu ku yiri أو كتابة بكو حريه حرها ذات كنت حربة طيب يري ولي ويلا أو استيلاد منه أدوان بي هذا المكدري أو من ولدي نقطي أو أمس بغير ما ذكرا انت على شيء وحانا هين بكو حروبي كل بهدو أدوان كان حروبي من سيد كيسو حريين ماشا أوجوه فولاه وليهيسا له متك حريي سببك سبب كو حريي أي وليهيسا اسكالي هذه مركة سيئة أدوانك أدوان كل حريي نسب كيسين اللوايو dadkii wariyisa lahaayay xoreyntii salaaba dhaxlaaya markaa kuwaas dhaxlaaya fa idaa ma taado dhinto hadal atiiq atiiq wabaana ma atuuq balwada fa'il baana maf'uulki way way fa idaa ma taado dhinto hadal atiiq
midkii la xoreeyay ayaaba dhintayba walaysa lahu waarithun mid wax dhaxlana lama hayo duu fardin farad u saaxiiba walaa casaba wax dhaxlo casabadiisa oo nasabahana lama hayo warithahu waxaa dhaxlaya almuctiqu hada kugu soo celiy muctiqii xoreeyey bilwalaayi waluu ku dhaxlaya kii xoreeyey baa dhaxlaya bilwalaayi baa ku dhaxlay kol haddiiba la waayo waxa inuu farada uu leeyahay ama casaba nasabkiisa waxaa imaanaysa marka xaggii welihi ayaa lagu dhaxlaya fain kaana almuctiqu muctiqii addoonkan hadda dhaxlaya ee lehen uu dhaxli ee xoreeyey ayaaba dhintayba in kaana almuctiqu kii wa xoreeyey hadduu noqdo mayitan mid dhintay kii xoreeyey lama haya see la yeeli ninkiina addoonki ahaa addoonka ahaa jira xoolihiis la dhexlaayeena wax casabeeya lama hayo intaqala alwalaaw welihii waa lakala dhexli intaqala alwalaaw welihii wuxuu ku wareegi ilaa casabaatihi casabaat almuctiqi kii wa xoreeyey qaraabadiisii ba ku wareegeysaa caruurtiisii iyo ayaa waxay noqonayaan ninka asaga ehe hadda ka hor la xoreeyey aabahood u xoreeyey welihiisii bay yeelanayaan aabahood haddii la waayo inuu dhaxlo la waayo ayaga baa dhexli marka intaqala alwalaaw welihii wuxuu u wareegayaa ilaa casabaatihi casabaat almuctiqi kii wa xoreeyey qaraabadiisii kuwa nasabka xaggiisa ahaa ee weliba casabada ahaa ehlu faradka aanan ahayn duuna saa'ilil warathati warathadii kale soo hadhay ee faradka wax ku dhexli jirtay maya casabada sidaba miraadka dhaxalka walaha ah waxaa uun qaadanaya wixii casaba ah maa qaadan ee wixii ehlu farad aho farad wax ku dhaxla ma uma gudbayso marka muctiqi hadduu dhinto casabadiisi asaga casabanimo wax ku dhexli jirtay ayaa dhaxli ee kuwii warathada ahaa ee dhaxalka faradka kulahaa kuwa ayaga waxba ku miirayaan waa ma dhaxlayaan yuqadamu alaqrabu casabadii baa marka lakala hormarinaya yuqadamu waxaa la hormarin alaqrabu midka u dhow falaqrabuka ku xiga cala tartiibi lmutaqadim sidii casabada haddaan soo marnay ukala horeeyeen alibnu waibnu libni waalabi labaha sidaasay haddaan ukala horeynayaan oo qofkii muctiqaa dhintay casabadiisii u xigtay sida tartiibka casabaadka haddaan soo marnay kuwaas ayaa dhaxalkii iskale walaha ayagaasaana muctiqii la xoreeyey ee wax dhaxlo la waayo muctiqii uu ka dhintay isaga ayagaa dhaxlaya ayagaa dhaxlaya falaqrab cala tartiibi lmutaqadim ilaa ana alakha tartiibka asaga ah marka laga hadlayo casabada akha iyo jadka awowa iyo akha markay meel wada imaadaan oo isku meel ay joogaan way wada dhaxlayeen waxbay wada casabeynayeen waxbay wada casabeynayeen laakiin markay noqoto masalatulwalaa markay noqoto akha miyaa iskale walaa mise jadkaa iskale mise way walaayihin si awalba waxuuda lahaan jireen intaasu ka hadlaya wuxuu leeyahay ilaa ana alakha walaalku yushaariku aljadda awowa waa kii la wadaagi jiray dhaxalka oo markii akh maa aljad waa kaan soo marray shalaytee waa kii wax wada qaadanayeen marka qaar muqaasamo iyo inay casabo wada noqdaan lidakari mid laxad unfeyr wax kula qaadan jireen wa hunaa laakiin markii wala nimaato qof dhintay oo qofkii xoreeyeyna uu asagaana joogin oo dhintay dadka ehelkiisa ee aqrabkiisa marka laga hadlaayo alakhu walaalka yaa yuqadamu laga hormarin cala aljaddi awowa jadkii ma dhihi karo waligaaba adigaan ku fiirsan jiray akhow muqaasama mad ahayee akhaa maanta iskaleh alakhu walaalka yaa yuqadamu laga hormarin cala aljaddi awowa fii tartiibi lcasabati fi masalati lwalaa markii masalati lwalaa laga hadlayo casabada tartiibinteeda jad iyo akh isku martaba maaha ee akhaa horeeya fain lam yakun lilmuctiqi casabatun qofkii muctiq ahaa ee wa xoreeyey haddii la waayo waxaanina casabadiisa ha dhaxlayso welihiisii oo ayagii baa marka qofkii asaga haddala dhaxlayaas miri maanta maba joogaba wax casaba in lam yakun lilmuctiqi kii wa xoreeyey muctiq iyo muctaq bikaliya kawa xoreeyey casabatun casaba male casabatun nasabin wax casaba ah oo asaga nasabkiisa oo caruurtiisii iyo muxuu ahaa aabihii aweerki wixii ma jiraan casaba nasaba ma jiraan see la yeeli intaqala wuxuu u wareegayaa casabadii ilaa muctiqi lmuctiqi muctiqi almuctiq masalan ninkan muctiq ehe wa xoreeyey ee addoonka wax dhaxlo la waayey inuu dhaxlo la rabay la waayey asagana dhintay nasabkiisii isaga u xigay haddii la waayo iyo wixii kusii xigay ee nasabka xaggiisa ka imaanaya casabada haddii la waayo waxaa la fiirinayaa asagan muctiq ee wa xoreeyey hadda ka hor asagana ma la xoreeyey hadda ka hor asagana addoonnimada intuu soo maray qof muctiq oo xoreeyey ma laha ha hadday noqoto kuwii xoreeyey asaga kuwii asaga xoreeyey ayaa ninkana dhaxlaya macnaa saa wey fain lam yakun lilmuctiqi casabatun haddayna casabo u sugnayn nasabin xagga nasabka intaqala wa wareegaya casabadii waxay u wareegaysaa ma dhaxalkii ilaa muctiqi lmuctiqi muctiqan wa xoreeyey ee la waayey wax dhaxloo nasaba muctiqi xoreeyey ayay ku wareegaysaa casabadii oo dhaxalka wareegi uma ilaa casabatihii
كان وحريه كي حريه أسباديسي أي هذا أنا كسي وريجي زاو كسي هذا أنا أبتركي أي مرايا أو كواس هذا دحري وهذا يجرتوي والمعتقي أيضا قفك معتقي وحريه هذانا الولاء وباوصقنا على أولاد العتيق قفك معتقة قفك وحريه كريه ولا أباها قفك وحريه ولا أولاها قفك أصلا وحريه عرورتي سنة ولا هذي بوله هذي واحد نسبة لوالو كحيقة قفك وحريه ودحري كوا وحرية عرورتي سي أول كيسي وحسين نسي في زارة إمها أسا كفر عمينا سيدو كلو دحلا يوي ولا المعتق أيضا الولا ولا أصب ناضي أول وحكو دحلي كرا وحو ولا كولا يهي على أولاد العتيق أي المعتوق متك اللي حرية المعتق متك اللي حرية أولاد ديسة أي ولا كو يرانا يا فيقدم وحال هرمر المعتق الأبي على معتق الأم مثلا أولاد بهذا تيمن ماش كي اللي حرية عرورتي سي بهذا الله يستاه arurtan ayaga ay ninkii la xuray oo dhalay hooyay aaba dhalay haduu aabahaana mid la xuray oo aha hooyadana mid la xuray ay ahayd midka marka labada xoreysayna ay hooyadana nin baa xuray aabahaana nin baa xuray arurtanina dhaleen labadoodiba keela hormarin mu'taqul abba la hormarinaya taas ka wada ha fayuqaddamu waxa la hormarin mu'taqul abi aabaha midka xuray baa waxa laga hormarin ala mu'taqil ummi hooyay midka xuray لأن عرورتي مثلا هو في رزادة عرورتي نينكي معتقاي وحريي كي وحريي معتقاي اللي حريي بودح لاي أسأل شكيدي زويدة ما تواب انت عرور بماجة قصوا هادي عرور تماجة قصوا هادي يونا أولياء العتيقوي كي وحريي أولياء ويهين هو هذا ني أبنا ويلا هايين أسأل اللي حريي نينك أنا حري هو ينا ويلا هايين اللي حري نينك أنا حري لما وضي المولي بقولنا قرأ يا مسامتك أبا حريي وعرورتي ولا يبلي ولا يجي مرحبا فيقدم وعلى هرمر معتق الأبي أبا متك حريبة على معتق الأم هو متك حريبة هرمرنا يا وعرورت كاسا يلا فلو يعني يا ولا هو يلا فلو تزوج عبد مثلا كرويانو أدون يا وحوق قرسل أسوى أدونا بمعتقة قبر لحريي أو أدون من أسوى مرتين لكن لحريي يا أسوى أدونا قرسلي لو تزوج عبد أدون بوحوق قرسل بمعتقة قبر الحرية أدوان نص كبح ذي فعتد وحي أدرشي بولد ولد بأدرشي إلما أدرشي إلمها سقى وليه ذي أسكاله فولاؤه إلمها وليه سلي معتق الأم أسكاله وحا حرتها واي معتقالي زمها قبر الموقتها مالك هدوي قبرت أيتهاي وحا حرو ذي أدوان كنولي أدوان نمي بكوها علي أو نين هدو وحت صرف كرابه ورمهين أما مارت اللي قعري كرابه ورمهين وحالسينا يا وليه هو مثل حرية لسينا يا نعم فلو تزوج عبد معتقة فأتت بولد ما يبدأ شيء فولاه وليس لمعتق الأم ولا سوء إلاءه كان منك إلاءه كحرونه وصير حركا نقضى ولو كيشه أما منه وليس كيشه وحاوليه إسكي لنا يا عرور تاسي هو يلا متك حري فلو اعتق أبوه أبي هدى أطوان كهابا سينا حروري بعد ذلك انت كذب حروري سوى عرور تيسي ركلا أي شيئان عيانا ولا أيهين وإسلام تكون حروري أي ولك دكتين أي حروري إن جر الولاء وليه وحوسه جيد مايا من معتق الأم هو متك حريين تكسر قوره يو إلى معتق الأب أبا متك حري أيو إيمانا يا وحق أبا متك حري بحيوك بغن ولا ترث المرأة هو يريد ما بحاشه بالولاء ولا وحق ما بحاشه إلا من عتيقها مركا لقى هذا الأيو الميراث بالولاء لما أنتظوا حويان وذكور ورك وحي أنكيهن هل إسلامته وحريسي إسلامته وحريسي كيه وحريسي يا أولاد ذي أم بأي ودبر راعي كرتها أي رأس أم كريئة كريئة وليس في النساء ضرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة أكأوليه مركا ولا ترث المرأة بالولاء إلا من عتيقها أي ذاك يا حريسي يا أولاده متك يا حريسي أولادي سي يا وعتقائه متك أيضا حريسي وحوسي حريسي أسوأ أوليدي سا انت أمبي ولا كلا يلاهي أمكلي فإن لم يكن للميت أقارب ميتك هدونا قرابة بالهين با أفباد انتي وقرابة ونصب وكتري ملها وقرابة ونصب وكتري ملها ولا ولا وقف مسلم وصول إسلامي وكاليئيو وفعل قرين ماشو وكلا شيئيو إن لم يكن للميت أقارب قرابة هدونا لهين في النسب
ولا 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 عليه وحول كره حريينا لما هيو حريز المشن يا لسان دمي انتقل مالو حريز وحوريان الى بيت المال غري خولها بيت المال كبنك المسلمين مالا المسلمين خولها خزنه الاسلام كا ايا لو شبايا دارها مركه مسلمين تا دخلايو عامكا لو بخينايا ارثا ويان دخل المسلمين المسلمين تا ايا دخلايا يعني صفه عام هي بس كلا دخلايا لما دحايه دنت عامكا لو سمين او امورها مسلمين تي دخياله اي باهيدودا لو دبولي وا غورما ان كان السلطان بيت المال كاس ايو دولتاس ايو امدا ددك حكومايه مامولايه سلطانكا هدو يها عادل من عادل او خولي لو ديباي عامكا سياسه او كلا كيمادا سي وناغسان امامولي كارا فإن لم يكن عادلا هدون عادل هين دولة جائرة وظالمة هديتها عادلا معها رد الفاضل مركتان وحويان مثلا هذا كان وحكاك الجلسة قفك أساقها فيما كقدر لما روح أبعي كرتا إهلو فرضك إهلو فرض أي جوغان ما يتبعد إنت إهلو فرض باجوغ إهلو فرضك ما حواليه دحلي مركا إنتو إلا يقدر إقاتين إيا حوالا صهري وحسبيان الله بهايو سيئ لي إليا رد الفاضل مركز وحلو علينا يا وحي صاهري على ذوي الفروض هذه بيت المال كله وشبه وح صاهري ما بلهبه قال مو فاضل صاهري هذه أهل فرد انت وحول قاتان ورنيك يا وحي قال لي هذا وح نصر يا وحي ولا من ربنا بالله حولنا صاهران مركز أو حال لي مسألة الرد مسألة اللي هذا أيها السمين أيها مسألة الرد ما وحي دحلك إسكالها أهل فروض كها أم باسي فرد كأود حالين أيها هذا أنت صاهرين الله وقيم مر لبعض وقيم كي سيدو سلاسو ديس بالاسين وحا صهري كي ربع على كربع بالاسين كي ذو نس لها نس بالاسين ساسا الوضايا لكن وحا كجرين او رد شقا كل هين او انتو هراو قاتون الله كوع الفضل لديه زوجينك هذي زوجتها وحا لا بحلي زيدتك اما او زوجها اساق اصحاب الرد كمجره قرابرة ايا اسكال نسبك ايا رد يحوالا اسكال زوجينكونا قرابرة نسبك كمجران حيث التنمية يقول بيس كوي مادين ورير كوصر حقالين فإن لم يكن عادلا هدوه رد الفاضل وحي صاهري وحا لو علن على ذوي الفروض ذاتك فرض كيسكالها مركا انتو ذي قاتين وحكا قاتس عصبات الله وعصبات الله وايو أيك بلغو علن من غير زوجين سمايا وحان زوجين كاهين هذي زوجين هاين ذاتك يلو فرض كجري ذو حمد حلايان ايو لحالك وذي هرم بقاتين على قدر فروضهم بلغو علن ايو فرض كوي اقدر سودوس كي ايو موس كي ايو ثلثين كي إيو قدر كيف فروضه أيا أنت صاحب إنها دنا مرة بعض لوقي من حساب هرلة إن كان ثم ذو فرد قف فرض صاحبه دو مشى جلوي وإلا عصبنا الله معي إهل فرض الله معي حوالنا وصهرين وإلا فيصرفوا وحلو علينا يا حوله إلى ذوي الأرحام كل ذوي الأرحام كهاي دحل بملا لديتري أصلاهام دحل أمرها لكن هدي حوله بيت مالك الوش بلاها سلطان جاي يقول نغضه ذوي الأرحام كالوقي مما صامري وحاك الله أول الرحمن قول حلايان قفك أصدقها حوليه سواك قاتبها دي الله وايو عصراء هدي الله وايو أجيك لباسك سوقري فيصرف إلى ذوي الرحمن بالوصر فين الله قيب فيقام وحال إستاجنا يا كل واحد متكستو منهم ذوي الرحمن كقرابة كاميرا مقاما من قف بوسك يبو إستاجي يدلي به وكسو دوادي قفك ذوي الرحمن أهل فرض عصرية ميت حقي سكسو حلي مالك قفك وكسو دوادي ee meedka xaqiisa oo uu abtirsanaayo qofka asaga ee dhal kale ee hadda la waayay qadarku qaadan laha ayuu qaadanow booskiisii uu galayaa asagii baa hooyo noqon meeshii uu fariisan meeshii aabii uu fariisan meeshii kale uu akhii uu fariisan saas la yeeli waa ka ku faafayn doonaa fayujcalu waxa la yeeli waladul banati gabdhaha arurtooda bintu sulbiga meedka uu dhalay dhal buu yeelaadahay dhal bay leedahay dhis iyo thuluthayn buu dhashaa لكن أولاد أي قبضة سيدة شيء ميت كأوهو يقبض ليس قبضة هذه لحل ملاهين مركا ولد البنات يعررت هذه عذابة مركا قبضة عررت أي ده شيء أيهو لحل ملاهين دول الرحام بيهاين هذي دول الرحام هايين وما أنت اللي هو يوح فهلو فرضة مع الصباء اللي هو لحل بيهيلا يانا دول الرحام نمي أخو لحلايا حقيق قلا يانا سوي استيقايا ماشي قبضة بيسوف الرزم قبل سو نسك حكومة بيرجع نسبة يقول حلي يدي ثلثين ثلثين يقول حلي ساس بمعنى فيجعل وحاليين ولد البنات قبلها أولاد دودي أولاد كذا واحد حلي جرينا بنات كذا واحد حلي جري وولد الأخوات قبله واحد حلي جري أولاد دودي وحلم ما حلي جرين حلم ما لهين أو هاي نقول الرحم ولا شاء عررت هذا هذا أبتي وضوه هاد ولا شاء عررت هذا دخل كم ولا لكن ولا شاء بعد دخل كم ولا هاد
أيها الأخوة الرحمن قال لك أخواتي اللي وياي وحنا على وياي هك يسافر إنسان يعني كأمهات وياهم كده أكلين قرايا بنتظر ماشي يسافر إنسان عرورته هذه أخوات كنا قبلها هان عرورته هذه أولادها يا ماشي ولا عليه يسافر إنسان ميت كمركب وحيوفر إنسان يعني سيد أيها الأخوة قبله دلية أما قبله ولا عليه هذا أكله أيه نقرايا ذو الرحمن بنقر أيه ذو الرحمها ساس يكون حلايا لكن كأمهات وأكلين قرايا وياهم كده معايا هاي وياهم كده بنات بحيد هذي جرتي ذي هالته نس هذا اللي بيجي يقبلنا ثلثين من مركز ولا رحم كده حليان أولاد وبنات كده حلي أخوات ما يحكون ده يجرين هذا هل تاي نس هذيك لنا ثلثين زمانها كأمهاتهم بعرورتي لنقن وبنات الإخوة ويلشي بنات الإخوة إخوة قبلها هذي أميت كوا أميت كان إنتي ولا ليهس قبلها دلين إيه وبنات الأعمامي ميت كالرديس قبلها دلين قبله دلي هذا الرجع قبلها وسيد دلي كأبائهم أبياشوا بكرين نقرأيان وحي نقرأيان بنت الإخوة إخوتي بين نقرأه هذه هل هي هذه قبلها يهيم بقى عصبي كسوف ريسان أعمامي أبي الرنا محي نقرأ جرين أجاونا عصبي نقرأ عصبي نقرأ كسوف ريسان أنت قا أحسوا عليك هذا كأبائهم وأبو الأمي هو يرى أبهت أبوه وحقه هو يرى دلي ما دحل بلها دحل ملايين نقطعي ما أنت لكن حريه زهرة ملة ديا للاية مركا وحبوق هذا حجابه هو أباسي أوياسي هو يرى دلي حجابه كوي معي ميت محبوس الوادي هو يزمن هو يجي وكل ما شذو فارزم والخال يأبتي أصلاً هو يكسر الوادي والخالة هبريتي كالأم سدح له هو يأكلين قنايان وهو يدح لجرتي ومثل أم سدوسة أي قاضنايان والعم أذيركي للأم والعم أذيركي للأم أذيرك أو أباها حق هو يلاك ولا شنوي ما دخل بولها حق عمك شقيقة عمك أبك إزامين كي هو يلاها ما شيء ماذا إيه والعمة إيدنا عند حل هين جنايدنا كلابي أبي كسر دوارين أباه كان نقنايان ولا يرث بالتعصيب أحد ولا يرث ما دخلايو بالتعصيب بسبب التعصيب عصب النمو أحد قفنا كده حرمهايو والحال ثم ما يشاسي أقرب منه ماذا قد وجوه وقف وقد وجوه قف عصر من واحد حي مري سي ترتيب كذا صامر سيأكله الريان ترتيب عصرة قف كأوده أيا قالن كأكو حيلة ساسي كل حينا مرك كيد وجوه متكلم مش مسوي قلاي ولا يعصب مع سبايا أحد قفنا أخته ولا شيء مع سبايا وحلا مقى يبصر للذكر مثل حذيم فيين من نقدان للذكر مثل حذيم فيين من نقدان إلا أفر ما له شجع إلا ابن ويمت كأودري أو بنت لجوت إياه ابن ابن ويل ويل كيس أو بنت ابن لجوت إياه والأخ أخي شقيقها مع الأخت الشقيقة والأخ للأب مع أخ للأب والأخ للأب مع أخت للأب كواسا وحالي لها عصبة ماذا عصبة للغير بالي لها ولا يعسل أحد قفنا مع عصبيه أخته ولا شيس وحولا أنت الله قبصوا لذي كريم الحظ المنثيين وما وقلاهم إلا ابن إلا ابن إلا إلا ابن ويلكي وابن الابن ويلكي ويلكيسي والأخ ولكن وير أخاص حسوجر الشقيق إياه لأبك حسوجر أي فإنهم أيقون يعصبون أخواتهم لأن أخ إخوذا لأمك أيقون مسوا جلان أو سسبا بحراء وقاتان فهم شركاء في الثلث وكلاليس فإنهم كورها شيئا لكن يعصبون وحي عصبيان أخواتهم قبله وراه وضها للذكر مثل حذ الأنثيين بأكل قاضنايان ويعصب ابن الابن ويلك ويلكيس ميت بعد انتهي وحكتها ويلكيس او دلي وحي عصبيان ايقونا وليد ذكره يقول قادنا ايان من قبلها يحاذيه لسمن امين بنات عمي اذيركيس قبله او دلي لسنا ايو عصبين ولاليس وعصبين وصام الرأي وهدي ليد ذكره مثل حاذيه سوء ذكره ايان كوا ايقا وهدوا كاسو مريني الابن وابن الابن لكن ما انت وحاجه ذا ابن الابن ميت ويه ايه بنت إيش بنت الإبن لكن أين من كان أين وضع دلانين مين وضع دلانين أذيركي بعد دلي أذيركيس أيا دلي مت كلا أو إبن كلا أيا أو أذيركيا أيا دلي لكن ويسمين حق النسب كي يكسمين ميت كيسمين ولا عصبين أيا سيد ولا شيء ولا عصبين أي يا مد أذيركي ودلانين ولا عصبين أيا معنا وساسوي ويعصب ابن الإبن من يحاذي مد لسمن من بنات عمه أذيركي قبله ساعة ويعصب وحكر عصبا من فوقه كوا كقرية من عماتي إدوين كيسة إدوين كيسة كقرية وبنات عم أبيه
aabihiis adeerkiis gabdhuhu dhalayna waa la casabeynaya intaba casabow la noqon waa la qaybsan ida waa goorma laakiin idaa lam yakun lahunna faradun wax farad haduuna usugneyn oy farad lahayn walaa yushaariku caasibun nin qof caasiba oo wa casabaa qaata lama wadaagaayo la wadaagi uu mahayo daa fardi mid farad u saaxiiba qof casaba wax ku dhaxla qof farad wax ku dhaxla faradkiisa la qaybsanu maayo casabadaada sug baa laleeyahay haddii wax kuu soo haraan haddii kalaan tawakal cala allah ee qofkan farad kale faradkiisa la cuni maysid o la qaadan maysid hal masala marka laga soo reebaa oo qof casabo ahaa eenu faradkii wax la qaybsanayo faradkiisa la qaybsanayo walaa yushaariku lama wadaaga caasibu mid casabo wax ku qaata daa fardin farad mid u saaxiiba faradkiisii kulama shirkoobo kulama qaato ilaa masala waaxida maxay tahay ila almusharaka masalada la yihaha musharakada la yihahda buu yidhi oo lagu shirkoobay ikhwadii laumkaha iyo ikhwadii ashiqadaha ay shirkoobeen maanta ikhwadii laumkaheed ikhwadii ashiqadaheed iyo ikhwadii alabka iyo wakeedii ay ahaayeen casabo soo maha marka ikhwadii ashiqadaha maalin ikhwadii laumkaheed eelu faradkaha mar la wadaagi karaan musharaka la yihahdaa masalada ximaariyana waa la yihahdaa nacam xajariyana waa la yihahdaa magacyo kale waa leedahay xilligii cumar radia allahu canhu ardaa ayuu masaladan dhacday marka xoolihii ehlu furuudka ha lagu qadaro la yidhi oo ehlu furuudkii ay qaybsadeen xoolihii ay dhammaysteen baa ikhwa ashiqaa meesha ka soo booday marka see kuwan walaalaha aan nahay ee isku hooyada aan nahayna ay wax u heli karaan annagii la hooyo la aaba ahayn maydkana aan wax u waayi karaa bay dhaheen wahiya musharakadu masaladeeda waatan oo zawjun waa nin islaam baa dhimatay waxay ka tagtay zawjkeedii ninkeediiba ka tagtay iyo wa ummun hooyadeed oo amase jadatun ayey midkood un weyaane wathnaan iyo laba iyo faaktaru ka badanoo min alikhwa walaala lilummi meydka xagga hooyada walaalo kale ah iyo wa akhun walaal shaqiiqun meydka isku aabahiiskooda ay yihiin ayuu ka tegey iyo faaktaru ka badan haddii xoolihi lix lagu dhiso bal xoolihi lix ku dhis zawj meequu leeyahay maanta nas buu leya meeqa weeye saddex weeye saddexiisa qaato hooyo meeqay leedahay maxaa sabab tahay tahay walaalo tacaduda meesha jooga sudis bay qaartay waa meeqa afar soo afar maaha ikhwada laumkeed mata waa far badan yihiin fain kanu akhar min dalika fahum shurakaa fi thuluth maaqay markay noqotay labo labadii soo hadhay lixdii ayaa qaateen xoolihi waa dhamaaday soo maaha ikhwada shiqaa marka waa qadeen markaasi deen raxfaan ka qaateenoo dood bay galeen arrintii bay ka doodeen waaka marka wuxuu ku leeyay lizawji zawjkii wuxuu leeyahay annisfu nis waa saddex walilummi hooyadiina awiljadata ama ayihii hadday tahay asudus bay leedahay waa labo walilikhwa walaalaha lilummi meydka xagga hooyada kala dhasheen athuluth bay leeyihiin yushaarikuhaa muxuu ahaa walilummi awiljadata asudus waa hal walilikhwati lilummi ikhwada lilumka ah athuluth bay leeyihiin waa labo yushaarikuhaa fiihi waxaase la wadaagi oon ogoleen inay keligood qaataan qof casaba ah waa kee ashaqiiqu shaqiiqi oo casaba ah ayaa soo dhexgalay wuxuu leeyahay hab ana abaana xajaran kuba qadar aabahana inuu xajar yahay xajarun ana abaana xajar aw ximaarun xataa waa la sheegay alasnaa min ummin waaxidin soo hooyo kama xagga hooyo un soo kamaana wada imaanay anagoo dhan hooyo wadaagnay aabaha waa la dheeraay aabihii bal xagga nooga tuur isku hooyo soo manihi nimankan marka cumar radi allahu canhu wuxuu yihi markaas wada wadaaga waxda qaybsada buu yihi la qaybsaday marka yihi nacam thuluth bay la qaybsanayaan lixdii thuluthkeeda meeqay noqotay labay noqotay labadii bay la qaybsan wamataa wujida fii shaksin mar allaala markii la helo qof jihataa fardin wa tacsiib nin laba dhinac ka wax ka dhexlaa la helay xagga faradkana waa ka soo galay ehlu faradkii baa yahay wa tacsiibin casabana waa ku soo dhawaado casabana waa yahay oo wixii soo hadhu wayuu iska leeyahay mataa wujida markii la helo fii shaksin shaksi gudihii waxaa laga helay laba wasfi laba tilmaan jihataa fardin wa tacsiib baa laga helay ehlu faradna waa yahay casabana waa yahay see la yeeli ma mu ku kaaftoon maa la dhihi maya xaqii ilaahay siiye wey fariidata min allah warisa waa dhaxlayaa bihimaa labadii jihaba waa ku dhaxli mithaaluhu kabni camin ina adeer huwa asaguba zawjun haddana nin ah naagta qabay ah islaam baa dhimatay islaantaa waxaa qabi jiray wiilay ilmo adeer yihiin wiilay ilmo adeer yihiin ayaa qabi jiray meelaha qaar ilmo adeerka inay isguursadaan ceeb wey oo gabadha ina adeerkeed inuu guursado aad baa laiskugu ceebayaa weliba dagaal inuu ka dhacaaba dhici kartaba wax sida isagoo xumaan sameeyey oo kale laakiin sharcan waa banaantay nin baa marka wuxuu guursaday gabadha ilmo adeer yihiin oo adeerkii u dhalay ayuu guursaday wax kale oo qaraabo ah oo casabo ah oo oga xiga oo ka xiga oo oga dhowna ma jiro gabadhii baa dhimatay tii alla ku timid
asagoo markaa waa zooj oo zoojina waa ku dhaxlay oo nis buu leh intii soo hadhayna casabadii uu ku qaadan ilaa waa naxdeer abnaa cabna casabaday ka mid ahaayeen casabaday ka mid ahaayeen marka wuxuu leeyahay waritha bihima kabna camu huwa zawjun waana zawj mithaal kale wadan ku siiyo wuxuu yidhi oo ibna camin waa ina adeer huwa asaguba akhun walaal u ah mid ka dhintay luu min xagga hooyada nin baa dhintay wuxuu ka tegay walaalkiisa la hooye ah xaggana la adeer ilma adeer ay yihiin xaggana ilma adeer ay yihiin waxay ku dhacaysaa dadimaashi masalada dimaashi waa masalada hadda meesha soo gashay aabihii baa ninkan asaga ah ayaa naagtan qabay waa ka dhintay hadduu ka dhintay adeerkii baa guursaday adeerkiina wiil bay u dhashay marka labadan wiil ee islaantan ay dhashay xagga aabayaashana laba walaalaha iskaga dambeysay waa ilma adeer xagga hooyadana hooyadana wada dhashay soo ma hooyadana wada dhashay marka dhinacana wuxuu ku dhaxlaya akhul um buu ku dhaxlaya suduskiisa u qaadani waa keligiise inta soo hadhayna casabanimo oo ibnu cam weeyaane ayuu ku dhaxlayaa wallahu aclam bilahi tawfiq sala allahu slam.